أيضا حوادث المدارس، الطفل لغاية ما يرجع بيته هو في المدرسة، يعني اللي بيبعت ابنه لغاية المدرسة لو مات وهو رايح في الطريق بسبب مشاكل في الطريق، فده أيضا جزء من العملية، من المشكلة التعليمية. الطفل ده مات دهسا بعجلات جرار زراعي، تخيلوا قدام المدرسة. يعني احنا بنستعرض ليه معاكم الحوادث دي؟ علشان الأطفال في عنق المجتمع، الطفل لغاية ما يرجع بيته هو أمانة في أعناق القائمين على العملية التعليمية وغيرها، محافظة وكل المسؤولين عن الطرق وعن المخالفات وعن كل. تعال نشوف المأساة اللي تؤدي إلى دهس طفل أمام مدرسته بهذا الشكل. طفل بالابتدائية كغيره من الأطفال لم يخطر بباله ولا ببال أسرته وهي تودعه صباحا أنه الوداع الأخير. ذهب فتحي إلى مدرسته لكنه لم يعد منها، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة أمام بوابة المدرسة وعلى أعين زملائه ومدرسيه تحت عجلات جرار زراعي في ظروف لا تخلو من الإهمال من قبل إدارة المدرسة. لقيته مرمي ومتغطي ببطانية، ما صدقتش إن هو، كشفت البطانية لقيته مرمي، ببص بقول يا رب الحمد لله يا رب، بس لقيت مدير المدرسة والمدرسين كلهم واقفين في قلب الباب بيتفرجوا علي كأن عيل ميت، في كأنهم واقفين في السينما. ده فتح ناس أنا مش مصدقها أبدا. ولحد الآن مش مصدق إن فتح ده، لحد الآن مش مصدق إن فتح ده، أبد المال عامل فتح هيفرقني، لأن كان نبيه وشاطر وحلو، وكان يعني النويرة اللي فيهم انقطبت. ابن راح، كان حلم حياتي عمري، والله العظيم ما عارفة أعيش من غيره، مش عارفة، حياتي خلصت، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم ابني، حق إنه يترفض؟ لأ ده عادي، هيترفض؟ يعني لما يترفض، أنا عايزة أهم يموتوا، أنا عايزة أهم يدوها حرة القلب اللي أنا ضايقاها، أنا مش عارفة أعيش، أنا اتدمرت، أنا خلصت، أنا عايزة، أنا بقول يا رب أكون في غيبوبة وبحلم، ربنا كان مديني هدية وراحت مني، تمنيت من ربنا إن أروح ملاقيش ابني، لما رحت لقيت جوزي قاعد قدامه عرفت إنه هو خلاص، ألاقي دم دم حتت كده، أنا ما بشوف فرشته فاضية، أنا بخاف أحط 6 معالق مع الصينية، والله العظيم بخاف أحطهم، بخاف أحط 6 معالق كده عشان معلقة تنقصد. بخاف وما ولادي ياكلوا، اقول لهم ما تقعدوش كلكم على الصينيه والنبي ما تفكرونيش، بس عشان خاطر النبي حق ابني يجي، انا عايزه يجي. ربنا يظهر له حق ان شاء الله، ربنا يظهر له حق. كنا خارجين مروحين، راح الباجور جاي شايله، راح جاي معور. انت طلعت الساعة كام؟ 2:30. المفروض تطلعوا الساعة كام؟ 3.
لما فتحي مات راح قافلين البوابة وطلعوا اتفرجوا من البلكونة. جوّر الجرار بمكنة، بس كنت هناك بمسافة 50 متر. داس علي خدوا من العجل الأولانية، بس احنا شفنا خدوا من الوش الجرار. ساعة ما شفنا ما بصناش للواد، بقى بصينا للكتاب لقينا اسمه، رجعنا جبنا ابوه. هي مش قصة حادثة، ما الحوادث كتير، القصة كلها قصة إهمال وسلبيات وحاجات كتيرة. ما يعني مدرسة قفلت، خرجت الطفل وقفلت الباب، استبرأت من الطفل. ده هو خلصان خالص ومغطينه وهم عاملين يتفرجوا عليه، انا ما شفتش حتى الفراش بتاع المدرسه واقف على راسه. ما كانش فيه حضرتك مطبات، المطبات ده طبعا اتعملت بعد ما المصيبه جت. ما احنا دايما على طول كده، ما بنفوقش الا لما المصيبه بتيجي. يوم الاربع بالليل جاء شنطته، حتى قلم الرصاص جنب قلم الجاف، وكراسه العرب جنب كراسه الانجليزي، ورايح على مدرسته فرحان، ما يعرفش ان الاهمال هيوصل للموت. الله يرحمه. يعني هل ممكن في حد يتخيل ان القائمين على هذه المدرسة يعني يمكن ان يكونوا امناء على الاطفال؟ او هل في حد مش ممكن يتخيل ان ابنه او بنته في هذا المكان؟ لو تشوف شكل الكتب والشنطة المدرسية وهي ملطخة بالدماء بعد ما التلميذ ضاع، اللي هي أدواته، بقيت الأدوات ومات هو، مات المستقبل. يعني احنا بنودي أطفالنا علشان نأهلهم للمستقبل، مش علشان يرجعوا لنا جثث. الطفل ده في عنق القائمين على المدرسة، اللي تعاملوا مع المدرسة على انها يعني اقفل الباب، طلعه واقفل الباب. يعني معقولة نوصل لهذه الحالة؟ ده الأطفال لسه بقول هو في عنق المجتمع لغاية ما يوصل بيته. ولما نقعد نتخيل المشهد، يعني الله يكون في عون أسرته وأهله. ما تقعد تتخيل يعني جرار زراعي بيدهسه بحجمه كده، يعني مشهد مش ممكن أبدا حد يتحمله. لكن للأسف الشديد بنتعامل باستهانة مع هذه القضايا. اهو ادواته بقيت وهو مات، شنطته عاشت وهو ضاع، كتبه لطخت بالدماء وهو يعني كان بيقعد يحلم في مستقبله وهيعمل ايه، ولما يكبر هيعمل ايه وبيحلم. لكن للأسف الشديد عندنا قتلة الأحلام، من يغتالون الأحلام ومن يغتالون المستقبل، لأن الأطفال دول هم ذخيرة المستقبل. وصمت تام. هل حد حاسب المسؤولين هنا؟ هل حد حاسب المقصر، ولا هتتعاملوا معاه لأنها حادثة، كأن الواد كان ماشي على الطريق أو راكب موتوسيكل ودهسته عربية؟ هل القضايا دي التعامل معاها على انها حتف الطريق، ولا امام عملية اغتيال للمستقبل وقتل للمستقبل بهذا الشكل وبهذه الاساليب؟ استاذ علاء فايد، والد الطفل فتحي، استاذ علاء ربنا يصبركم وبايه في حياتكم ويعوضكم خيرا ان شاء الله، وابنك في مكان افضل. الله يخليك يا فندم. قول لي يا عم علاء، في حد اتحاسب؟ حد حاسب حد؟ والله يا فندم لسه لحد دلوقتي المدرسين والمدرسات موجودين في قلب المدرسه، بيناقشوا اعمالهم عادي جدا. بيناقشوا اعمالهم عادي جدا يا فندم. يعني ما فيش حد، لا مدير مدرسه اتحاسب ولا مدرسة اتحاسبت، كل ده يعني طفل ومات وخلاص؟
والله يا فندم ما في اي حد اتحاسب، وكل موجود في العمل بتاعه بيباشر عمل، ولا حد توقف على العمل ولا اي حاجة حصلت. طبعا ابنك مين اللي طلعه من المدرسة بدري كده؟ مدير المدرسة طبعا يا فندم خرج الاطفال كلها بدري، الكلام ده كان يوم الخميس، والاطفال كلها خرج الساعة 2:30. هو في الغالب ابنك بيروح ازاي بقى؟ المفروض يا فندم بيطلع الساعة 3:05 من المدرسة. فأنا لما جال الخبر وفاة ابني كان 3:10. لا بيركب ايه عشان يرجع بيته؟ بيجي ماشي يا فندم. البيت قريب يعني؟ لا بعيد، بس هو بيروح ويجي يعني. بيمشي المسافة دي. ربنا يصبرك يا مال. عايز تقول حاجة هنا يعني؟ طب انتوا ما عملتوش بلاغ ليه؟ عملنا بلاغ يا فندم. وتحقق عملنا بلاغ عملنا بلاغ في نفس الوقت. طيب انا اتمنى وزارة التربية والتعليم ما نسيبش حق الطفل ده، يعني بحق الدم اللي شفناه على كشاكيله وكراساته وشنطته، ما نسيبش حقه أبدا. ده مستقبل تقطف منه زهرة، بيضيع مننا طفل بيحلم وبيذاكر علشان ينجح وعشان يكبر، بضاع بهذا الشكل وما حسبناش حد. طيب يا استاذ علاء، الف شكر وربنا يصبركم.